السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مهندس عبد الله مصطفى ودي قناة سيلفي زراعة. النهاردة موضوعنا عن إن لازم يكون في مشتلك جزء إنتاج، يعني قطاع كده داخل مشتلك إنك تنتج فيه العقلة بتاعتك، تنتج فيه الشتلة بتاعتك. لو الشتلة بتاعتك بتتزرع بذرة تنتجها بذرة، لو بتتزرع عقلة تنتجها عقلة، عقلة طرفية تعملها، عقلة خشبية تعملها. لازم تحاول يكون الإنتاج بتاعك، لأن هو ده مكسبك. انت لما تروح تشتري عقله ب3 جنيه وفي الاخر تبيع النبات كله ب5-6 جنيه، يبقى انت كسبت ايه؟ لكن انت لما تنتج العقله عندك ممكن تكلفك نص جنيه ربع جنيه، يبقى انت ساعتها مكسبك الحقيقي انك انتجت العقله بتاعتك. موضوع الانتاج في المشتل مش معضله، اسال ومفيش حاجه بديهيه، ما تعملش حاجه من دماغك، حاول تسال اللي حواليك. طريقه اخذ عقله الجهنميه، فتابعونا في التقرير بتاعنا عشان تشوف طريقه اخذ عقله الجهنميه وازاي بتنتجها. بدايه في ناس بتاكل عيش في الموضوع، بياخدوا عربيه وبيروحوا على اسوار بتاعه جناين كبيره او اسوار فلل كبيره او اسوار مزارع قديمه بيكون مزروع فيها نبات الجهنميه كسور حمايه للجنينه او مزروع في فيلا كبيره او قصر او ما شابه، بيروحوا يقصوا العرش بتاع النبات، بيجيبوا بقى الفروع بتاعة الشجرة بتاعة الجهنمية وبيعبوا عربية كبيرة وييجوا ما شاء الله ربنا يعينهم ويرزقهم، بيقعدوا يعملوا العقلة ديت. انت كمان في ممكن بيبيعوا العفش دوت، يعني في ناس بتبيع بالشيلة او بتبيع بالعربية، فانت ممكن تجيب لمشتلك عربية او تجيب نص عربية، تشترك انت واحد صاحبك تجيبوا عربية مع بعض او ثلاثة تجيبوا عربية مع بعض. المهم طريقة أخذ العقلة إنك بتمسك الفرع، بتشيل الأشواك بتاعته، بتشيل الورق كله، وبتقص 4 عيون وبتعمل كعب للعين واتجاه طرفي. الاتجاه الطرفي بيبقى واخد شطرة، زاوية شطرة كده، عشان يبقى متعلم اتجاه الشطرة يكون في اتجاه العين، يعني العين تكون لفوق. الكعب بيبقى إنك تقرط مساوي، تقرط القرطة مساوية بحيث انك وانت بتزرع يبقى عارف اتجاه العقلة بتاعتك، بحيث ان العين يبقى اتجاهها لفوق. بتجهز الحوض بتاعك، تعبي الاكياس، ولما تيجي تزرع بتسقي الحوض وتسيبه يوم كامل. يعني لو سقيت في اول اليوم ممكن تغرز العقل بتاعتك في اخر اليوم، او تسيبه يوم كامل يعني اكتر من 12 ساعة بحيث ان هو يتشرب المية بتاعته عشان العقلة ما تعفنش. بعد كده بتغرز العقلة بتاعتك وبتسيب الحوض مكشوف 3 أيام. في اليوم الرابع بتجيب رمل خفيف وترش عشان تقفل الفراغات اللي ما بين العقلة والطينة، وتقوم جاي قافل المشمع بتاعك، وتسيب المشمع بتاعك مكشوف 10 أيام، يعني ما عليهوش بوص أو مش متغطي 10 أيام لو انت زرعك مكشوف. اما لو انت زرعك تحت سرام فانت كده كده مش هتغطي بالبوص، تمام. وبتسيب الزرع مقفول عليه تماما لغاية بداية شهر 3، يعني ما بتفتحش عليه خالص، ما بتدوش اي ري تاني. العقلة بتبدأ تجيب الورق، وبعد كده بتبدأ تجيب الجذور، وبتفتح في شهر 3 تنظف العقلة بتاعتك وتشوف الجذور، وبكده بتكون اكتملت العقلة بتاعتك، وتبدأ تدورها بقى في كيس 10 او تدورها في قصرية كبيرة. وربنا يبارك في الجميع وربنا يجعله علم نافع. إذا عجبك الفيديو لازم تدعمنا بلايك وشير للفيديو واشتراك في القناة عشان القناة تكبر وعشان نقدم المحتوى اللي يفيد حضراتكم إن شاء الله.